أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس شرح ملحق الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة للثالث من شهر صفر لعام 36 و400 ألف. وأخذنا في يوم أمس بقية الكلام على الاسم الذي لا ينصرف، وأن الاسم الذي لا ينصرف إذا دخلت عليه أو وظيفة إلى ما بعده انصرف، جر بالكسرة رجوعا إلى الأصل، وهو أن الأصل في الأسماء الصرف. والسبب في هذا بعد مشابهته للفعل الذي كان منعه من الصرف، فلما دخل عليه ما يختص بالأسماء وهو أل والإضافة رجع إلى أصله فجر بالكسرة ولم ينون بسبب وجود أل والإضافة. ثم أخذنا أن هناك بقاع ماذا سمع صرفها، وبقاع سمع فيها الوجهان، والأصل في أسماء البقاع المنع الأصل، والمانع العلمية والتأنيث، عالمية والتأنيث، لأن الأصل في أسماء البقاع التأنيث. لكن ما سمع منها مصروفا بقي على المسموع، نبقى على المسموع، وما سمع فيها الوجهان كذلك يجوز فيها الأمران، والبقية نعاملها ماذا؟ على أنها غير منصرفة للعالمية والتأنيث. فإن كان التأنيث ظاهرا، إن كان التأنيث ظاهرا مثل ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة أو التاء المربوطة، فالعلة ظاهرة، وإلا فهو مؤنث معنوي بدون ماذا؟ بدون ألف، مثل سعاد وزينب ومريم ونحو ذلك. من يقرأ الأبيات؟ تفضل. ملامه عندها مضمومة الصاد فتحها. أن يصرف الشاعر، أن يصرف الشاعر أو الشاعر ما لا ينصرف. وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام بفتح الميم، وعندنا مضمومة ملام بمعنى لوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء من المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر، تقول لي خمسة أثواب جدد
وازمم له تسعا من النوق وقد. قال الشارح رحمه الله: أي إذا نطقت بالأعداد وسماها عقودا لأنهم يعقدون عليها الأصابع، لأنهم يعقدون عليها الأصابع، فانظر إلى نوع المعدود، فإن كان واحده مذكرا أثبت معه الهاء، وإن كان مؤنثا حذفتها منه كما مثل به الناظم. ومنه قوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وقد خالف في ذلك القاعدة، لأن القاعدة في ذلك أن التالي المؤنث. وما ذكره أي المصنف خاص بلفظ ثلاثة وعشرة وما بينهما، لأنك إذا قلت جاءني رجل أو رجلان أو امرأة أو امرأتان فقد أفدت المخاطب قدر العدد ونوعه، قدر المعدود، نعم قدر المعدود ونوعه، بخلاف قولك ثلاثة أو ثلاث فإنه لا يفيد إلا قدر المعدود دون نوعه، حتى تقول ثلاثة رجال أو ثلاث نسوة فتميزه. ويجب أن يكون تمييز هذه المرتبة جمعا، ثم يجوز حينئذ جره إما بإضافة كخمسة أثواب أو بمن كتسع من النوق، وإلى ذلك أشار بالمثالين. عندنا يا إخواني العدد، العدد يتكلم عليه النحويون من جهتين: الجهة الأولى من جهة التمييز، ما حكم التمييز بعد ألفاظ العدد، منها ما يجب نصفه، منها ما يجب نصفه، ومنها ما يجب جره، ومنها ما يجوز فيه الأمران، وهكذا من ناحية الإفراد والجمع، الإفراد والجمع. هذه جهة. والجهة الأخرى من جهة التذكير والتأنيث، تذكير العدد وتأنيثه. النحويون يتكلمون على باب العدد من جهتين: الجهة الأولى من جهة حكم التمييز بعد العدد، حكم التمييز من أي ناحية؟ من ناحية النصب والجر، فيجوز في تمييز العدد تارة النصب تارة الجر، وتارة يجوز الوجهان، وهذا النصب والجر قد يكون واجبا، وأيضا من حيث الإفراد والجمع. والجهة الثانية من جهة التذكير والتأنيث لألفاظ العدد، متى يجب تذكيرها ومتى يجب تأنيثها ومتى يجوز فيها وجهان. والعدد قال الفاكهي: العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء. قاله ابن الحاجب: العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء، هذا تعريف العدد. عندنا يا إخواني بارك الله فيكم العدد من واحد إلى عشرة، العدد ركز على هذا الكلام، من واحد إلى عشرة نفصل فيه: الواحد والاثنان، الواحد والاثنان حكمهما
أنهما يجريان على القياس. ما هو القياس؟ التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. هذا ما هو؟ الواحد والاثنان. فقل جاءني رجل واحد وجاءتني امرأة واحدة. جاءني بتذكير الفعل أن العدد مذكر، جاءني واحد وجاءتني واحدة، ونقول هذا قلم واحد ولا واحدة؟ ها؟ قلم واحد ولا واحدة؟ واحد، لأن قلم مذكر، فالعدد يكون ماذا؟ مذكر. هذا معنى يجري على القياس، فانظر إلى العدد وإلى المعدود، إلى العدد وإلى ماذا؟ المعدود. فالواحد والاثنان، الواحد والاثنان يجريان على القياس. ما هو القياس؟ التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. نقول جاءني واحد وجاءتني واحدة، وهذا قلم واحد، ورجل واحد، وتفاحة ايش؟ واحد ولا واحدة؟ ها؟ واحدة. هكذا هذا معنى يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. فالواحد والاثنان تنظر إلى العدد وإلى المعدود فيكونان سواء، مذكر مع مذكر، مؤنث مع مؤنث. الثلاثة والتسعة، الثلاثة والتسعة وما بينهما، ثلاثة أربعة خمسة إلى تسعة، هذه الألفاظ تجري على عكس القياس، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. واضح؟ بمعنى أن تنظر في لفظ العدد وتنظر في لفظ المعدود وتخالف بينهما تذكيرا وتأنيثا. واضح يا إخواني؟ مثلا عندنا ثلاثة رجال، ثلاثة رجال، هل نقول عندي ثلاثة رجال أو ثلاث رجال؟ ماذا نقول؟ ها؟ نؤنث العدد هكذا. لماذا؟ لأن المعدود مذكر، نخالف بينهما تذكيرا وتأنيثا، وهذا معنى الجريان على عكس القياس، هذا معنى الجريان على عكس القياس. فلفظ الرجال مذكر لأن واحدها رجل مذكر، ونسوة مؤنثة. طيب نقول عندي ثلاث نسوة أو ثلاثة نسوة؟ ثلاث. لماذا؟ لأن نسوة مؤنث، فيجب أن يكون لفظ العدد مذكر. إيش معنى يا إخواني مذكر ومؤنث؟ يعني نلحق به التاء أو لا نلحق، إن كان مؤنثا ألحقنا به تاء الثاني، قلنا ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، وإن كان مذكرا جردناه من تاء التأنيث. إذن الواحد والاثنان يجريان على ماذا؟ على القياس، يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. تقول عندي كتاب واحد، عندي رجل واحد، عندي غلام واحد، حتى وإن لم تقل لفظ غلام، عندي واحد وماذا؟ وعندي اثنان.
طيب، وجاءني واحد واثنان، وجاءتني واحدة وماذا؟ واثنتان. واثنتان الثلاثة والتسعة كما سمعتم تجري ماذا؟ تجري على عكس القياس، وهي المقصودة بهذه الأبيات: وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فأثبت الهاء مع المذكر بمعنى خالف بينهما تذكيرا وتأنيثا، إن كان المعدود مذكرا أثبت تاء التأنيث مع العدد ليحصل التخالف بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. أثبت الهاء من المذكر واحذف أي الهاء هذه مع المؤنث المشتهر. عندنا الآية التي ذكرها المصنف: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ماذا عندنا؟ سبع ليال مذكر مع مؤنث، سبع مذكر وليال مؤنث. كيف عرفنا أن ليال مؤنث؟ نرده إلى المفرد، نقول مفردها ليلة أنثى. وثمانية أيام عكس، ثمانية أيام عكس أنث مع المذكر. واضح يا أخواني؟ سبع ليال وثمانية أيام حسوما، هنا حصل التخالف بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. بقي عندنا العشرة. العشرة لها حالتان، العشرة لها حالتان: إن كانت مفردة، إن كانت مفردة عن التركيب فتجري على عكس القياس مثل الثلاثة والتسعة، إذا لم تكن مركبة مع الأعداد الأخرى: أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، هذا مركب. إذا كانت مفردة تجري على عكس القياس يعني مثل الثلاثة، فتقول: عندي عشرة رجال بتذكير عشرة، عفوا بتأنيث عشرة. لماذا؟ لأن المعدود مذكر. وتقول: عندي عشر نسوة، عندي عشر بتذكير ماذا؟ العدد، لأن المعدود مؤنث. العشرة كم لها؟ كم لها يا إخواني؟ حالتان: حالة إفراد وحالة تركيب. فإن كانت مفردة فهي مثل الثلاثة والتسعة وما بينهما، تجري على عكس القياس. وإن كانت مركبة، إن كانت مركبة مع الآحاد: أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، فتجري على القياس، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، يعني تكون مثل الواحد وماذا؟ والاثنين. كيف نقول؟ عندي أحد عشر، إيش المعدود؟ أحد عشر رجلا أو امرأة؟ ها؟ لماذا؟ كيف؟ لا لا، عندي أحد عشر، عندي أحد عشر، أنا العشرة مذكرة، إيه، أحد عشر رجلا أو امرأة؟ رجلا، لأن لفظ العشرة مذكر. العشرة إذا ركبت مع الآحاد، يعني إذا قلنا أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، انظر إلى لفظ العشرة
وانظر إلى لفظ العدد الذي هو التمييز واجعلهما واحدا مذكرين أو مؤنثين، فتقول عندي أحد عشر رجلا، أحد عشر قلما، أحد عشر بيتا. ومع المؤنث نقول إحدى عشرة، إحدى عشرة امرأة، عندي إحدى عشرة امرأة مثلا، وعندي أربعة عشر، ماذا؟ عندي أربعة عشرة تفاحة مثلا. واضح؟ من كم إلى كم؟ عندي أربعة عشرة تفاحة، هذا واضح؟ نعيد، نعيد، نعيد على طريقة السؤال. ما حكم الواحد والاثنين؟ نعم، يجريان على القياس. ما هو القياس؟ مذكر مع مذكر ومؤنث مع مؤنث. ما حكم الثلاثة والتسعة وما بينهما على عكس القياس؟ ما هو عكس القياس؟ المذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر، بمعنى المخالفة بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث. ما حكم العشرة؟ لها حالتان، حالة إفراد وحالة ماذا؟ تركيب. ففي حالة الإفراد إيش حكمها؟ في حالة الإفراد عكس القياس، مثل الثلاثة، مثل الثلاثة. وفي حالة التركيب تجري على القياس، والمراد بالقياس يا إخواني القياس مع المعدود، بمعنى أن تنظر إلى لفظ المعدود فتعامل العشرة مع المعدود معاملة واحدة في التذكير والتأنيث. بقي مما نتنبه له أنه يدخل مع العشرة، يدخل مع العشرة في التركيب أحد عشر، وماذا يا إخواني؟ الواحد، أحد عشر، اثنى عشر، إلى تسعة عشر. فنرجع في مسألة الجزء الأول إلى ماذا؟ إلى قاعدة الواحد والاثنين والثلاثة والتسعة. واضح هذا الكلام؟ يعني عندنا الآن بارك الله فيكم، عندي أحد عشر رجلا، هنا ننظر إلى أين؟ ننظر إلى أين يا إخواني؟ هل ننظر إلى الأحد أو عشر أو رجلا؟ الواحد والاثنان الكل يجري مجرى واحد، الواحد والعشرة والمعدود كلها نسق واحد. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. لو قلت مثلا عندي أحد عشر رجلا، ماذا فعلنا في أحد؟ ذكرناه، وفي عشرة ذكرناه، وفي رجلا ذكرناه، لأننا نأخذ الواحد على جنب ونقول ما هي القاعدة فيه؟ يذكر مع المذكر. والعشرة ما حكمها إذا ركبت؟ تجري ماذا يا إخواني؟ تجري على القياس ولا على عكس؟ على القياس. إذن تمشي كلها بنمط واحد، هذا إذا كان المعدود أحد، وماذا يا إخواني؟ الواحد والاثنين في المذكر والمؤنث. نأتي بمثال المؤنث، نقول مثلا عندي إحدى عشرة امرأة، ماذا عملنا؟ كلها على نمط واحد على القياس، إحدى مؤنثة وعشرة
مؤنثة وامرأة مؤنثة. بقي معنا إذا جاءت الثلاثة إلى التسعة، وقلنا ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، فلا بد للناطق أن ينظر من جهتين، يعامل الجزء الأول على عكس القياس، والجزء الثاني ماذا؟ على القياس. فيقول مثلا عندي ثلاثة عشر رجلا، ماذا عملنا في ثلاثة عشر رجلا؟ الثلاثة عملناها على خلاف القياس، وهو أننا أنثناها مع المذكر، والعشرة الآن هي مركبة مع الثلاثة. العشرة إذا ركبت ما حكمها؟ تجري على القياس. فننظر إلى المعدود، المعدود مذكر أو مؤنث؟ مذكر، فنذكرها ونقول عندي ثلاثة عشر رجلا. وإذا كانت مؤنثة نقول عندي ثلاثة بحذف ماذا؟ بحذف التاء. عندي ثلاثة عشرة امرأة، واضح؟ الثلاثة كيف عملناها؟ على عكس القياس، والعشرة على القياس. طيب، عملناها مع المعدود معاملة واحدة. هذا واضح يا إخواني؟ يعني إذا دخلت هذه في الذهن المتكلم بعدها يتكلم عن شيء مستقر في ذهنه، وهو الواحد والاثنان يعاملان معاملة إيش؟ ماذا؟ الجريان على القياس. الثلاثة والتسعة على عكس القياس. العشرة فيها حالتان، حالة الإفراد وحالة الترتيب. العشرون والثلاثون والأربعون، المذكر والمؤنث واحد، فتقول عندي عشرون رجلا وعندي عشرون امرأة واحد. هذا إذا قد طلعنا ماذا؟ إلى العشرين بعد تسعة عشر. عشرين نقول عندي عشرون رجلا أو عشرون امرأة واحد. كيف نميز بينهما؟ نميز بالفعل. إذا كان هناك فعل نقول جاءني وجاءتني، جاءني وماذا؟ وجاءتني. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، هذا بالنسبة للعدد. قال حتى ذكر بعض النحويين يقول على سبيل الطرفة واللغز يقول متى يلبس الرجال براقع النسوان، وتلبس النسوان عمائم الرجال. اي نعم، قالوا الثلاثة والتسعة ولفظ العشرة إذا رفع العشرة إذا لم تركب. متى تلبس النساء عمائم الرجال؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني متى يذكر لها العدد؟ متى يذكر لها العدد؟ فكأنها رجل، كأنها رجل. نقول عندي ثلاث نسوة، يعني جردناها من تاء التأنيث، كأنها رجل، كأنها ماذا؟ رجل. والرجل قلنا عندي ثلاثة رجال، أعطيناه تاء التأنيث، كأنه امرأة مثلا. هذا يا إخواني مفهوم؟
نقرأ إذا كان مفهوما نقرأ أو نكتفي بهذا القدر، نكتفي وغدا إن شاء الله نعيد مرة أخرى إلى هنا.